كلام كثير في الشموع الحمراء عن فؤاد باشا أباظة، وأنا قلت لكم هذا جزء من سر عظمة وقيمة النادي الأهلي. أسسه نبلاء القوم وتلقفه كل أبناء الشعب، فكان هو النادي الأهلي. نشوف في هذا التقرير بعض من ملامح فؤاد باشا أباظة. فؤاد أباظة باشا أحد أفراد عائلة الأباظية الشهيرة، يعد واحداً من أبرز الشخصيات في تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخ مصر الرياضي. ولد فؤاد أباظة باشا في منيا القمح في 23 من يوليو عام 1890، وفي بعض المصادر عام 1892. لعب في فريق الكرة بالنادي الأهلي من عام 1915 حتى عام 1920. وارتبط فؤاد أباظة بالنادي الأهلي حيث تولى أكثر من منصب، حيث كان عضواً في اللجنة التنفيذية للنادي في الفترة من عام 1916 حتى عام 1919، وسكرتير الكرة عام 1916، وأمين الصندوق من 6 فبراير عام 1919 حتى 19 مارس عام 1920، وسكرتيراً للنادي من 3 ديسمبر عام 1920 وحتى 24 نوفمبر عام 1922، وعضواً في اللجنة العليا مجلس الإدارة من عام 1925 حتى عام 1939، ووكيلاً للنادي من عام 1939 وحتى عام 1944، وعضواً باللجنة المالية من عام 1917 حتى عام 1920، ووكيل شرف النادي في عام 1945. كما كان أحد رجالات النادي الأهلي الذين تحركوا من أجل تأسيس اتحاد مصري صميم لكرة القدم في عام 1921، حيث وجه الدعوة إلى جميع الأندية لتأسيس الاتحاد المصري، واجتمع مندوبو الأندية ولاعبو الكرة برئاسة جعفر ولي باشا وكيل الأهلي الذي قاد فريق عمل تأسيس الاتحاد، وانتخب الحاضرون فؤاد أباظة موجه الدعوة ومحمد صبحي الإتربي ويوسف محمد من أعضاء النادي، ثم انضم إليهم رياض شوقي، ووضعوا القانون الذي كان على أساسه إخراج هذه الفكرة إلى الوجود. وعين فؤاد باشا أباظة وكيلاً لأول اتحاد مصري لكرة القدم من 13 أكتوبر عام 1921 حتى 21 سبتمبر عام 1925، ثم كان عضواً بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من عام 1938 وحتى عام 1946. كما كان فؤاد أباظة مديراً للجمعية الزراعية الملكية ورئيساً للجنة القطن المصرية المشتركة، وكتب مقدمة كتاب الفلاحون لمؤلفه هنري حبيب عيوط، والذي نشر في عام 1942، وكان رصداً لجهود الفلاح المصري عبر التاريخ. حصل فؤاد باشا على رتبة البشوية في 15 فبراير عام 1937، كما حصل على نيشان إسماعيل ووسام الاستقلال المملكة الأردنية ووافته المنية في عام 1960.